ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن موضوع بخصوص كاميرا زونتل الداخلية كواجهة رئيسية وفيوتشرز انسايد ذيس كاميرا. الواجهة الرئيسية تجي بهذه الواجهة، اسم مستخدم وكلمة المرور واللغة، وهنا عندنا المود، ممكن أخليه دارك مود أو أخليه وايت مود. طبعا لو حطيت الباسورد الديفولت اللي هو الأدمن راح يطلب منك أن تغير الباسورد لشيء يكون أقوى، مينيموم 8 أحرف. فأنا حاليا غيرت الباسورد وعملته أدمن 123 الأي كابيتال. راح تفتح عندي هذه الواجهة الرئيسية اللي تخص الكاميرا وفيها الفيوتشرز الخاصة بالكاميرا. ندخل للسيت اب، نشوف عندنا ديفايس انفورميشن، تايم سيتنج الخاص بالكاميرا، الاوديو سيتنج الخاص بالمايك، في عندك الفويس ارت الخاص بالالارم او التنبيهات، في عندك الديسبلاي سيتنج الخاص بالتايم والتاريخ، وهنا عندك ممكن تغير للتايتل اللي هو اسم الكاميرا مكانها، وفيك تحطه بالموقع اللي انت ترتاح له. في عندك هنا ستريمر او ستريمز الخاص باعدادات الانكودينج، يعني مثلا الستريم تايب يعني مين ستريم او سب ستريم. فيك تتحكم بالريزولوشن، الكواليتي، البيتريت، الفريم ريت الخاصة بهذه الكاميرا، الايمج سيتنج اللي هي خاصة بالإعدادات الصورة وإعدادات العدسة والتحكم فيها بشكل كامل. وفي عندك الفريكوانسي من هذه السيتنج تتحكم فيها. في عندنا الموشن ديتكشن، ممكن تحدد اريا موشن ديتكشن من هذه الاريا. ممكن انا احط هنا هذه الاريا اللي انا محددها، انه لو حدا مر هذا ضمن هذا النطاق ممكن يعطيني الارم، او احدد الكاميرا بشكل عام. هي تيجي باي ديفولت محددة بشكل عام، بس انا حددت نقطة على اساس انه لو حابب مكان معين بس اللي يكون. في عندك اعدادات الخاصة بالبرايفت زون، لو حابب تحدد منطقة معينة طبعا تعمل انيبل، بعدين تحدد منطقة معينة تعطيها اوكي، راح تعمل لك برايفت زون انه هذا ما بيطلع باللايف ولا بيطلع بالريكورد الخاص بالكاميرا. عندك الهيومن ديتكشن، فيك تحدد المنطقة بشكل عام تيجي باي ديفولت الخاصة بالأشخاص اللي هو الارم الأشخاص، لو مر شخص من هذه المنطقة، أو إني أحدد يعني أعمل لك كلير أو أحدد منطقة معينة بتخص الشخص، لو مر هذا الشخص من هنا ممكن يكون هذا الشخص يعطيني عليه الارم لو كان هذا الشخص مار من هذه المنطقة. تمام. النتورك سيتنج هي الخاصة بالاي بي الخاص بالكاميرا، ممكن يكون ستاتيك اي بي او تخليه دي تي بي. هنا الاتش تي تي بي اس الخاص بالكاميرا، او عندك الاون فيف البروتوكول الخاص بالاون فيف، عندك الهيك فيجن الهيك بروتوكول اللي هو خاص بالهيك فيجن على اساس انه لو فعلته تكون كومباتيبل مع ان في ار الهيك فيجن وتشتغل كاميرا زونتل مع الهيك فيجن. عندك هني ال HTTP بوش، طبعا لو كان في عندك سيرفر بدك تعمل عليه عن طريق البوش نوتيفيكيشن. في عندك هنا الموبايل فون مونيتور، ممكن عندك عندك هنا الاسكان، لو عملت اسكان على هذا الكود راح ينزل عندك تطبيق الخاص بكاميرات زونتل، وهنا الاي دي ديفايس الخاص بهذه الكاميرا. في عندنا هنا المالتي كاست كونفيجريشن، في عندنا سيستم ابديت، في عند لو كان في عندك ابديت وحاب ترفعه على هذه الكاميرا. طبعا احنا باي ديفولت الابديت نرفعه بشكل اوتوماتيك على هذه الكاميرات. ممكن اليوزر سيتنج تعمل يوزر خاص بهذه الكاميرات. عندك الديفايس مينتيننس طبعا اللي هي خاصة بالريستور، خاصة بالاوتو ريبوت، او تعمل ريبوت خاص بالكاميرات، او تعمل اكسبورت للكونفيجريشن الخاصة بالكاميرا قبل لا تعمل فورمات. طبعا هذا بشكل عام الواجهة الرئيسية الخاصة بهذه الكاميرا. عندك هنا الالارم انفو، لو كان في الارم واصلك على الكاميرا ممكن تشوف الالارم كامل بشكل عام، التايم والوقت، شو هيومن ديتكشن او شو. في عندك اللوج اوت او اللوج ان، فيك تستخدمها من هذا الاوبشن. طبعا هذا بشكل عام وشرح سريع خاص بالكاميرا. ممكن نتطرق لشروحات اكبر ونتطرق لشرح خاص بكل اوبشن بهذا الكاميرا، لكن هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بكاميرا زونتل الداخلية. شكرا لكم على المتابعة.